قوية من والدنا لينا. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت سيدرا بالأمس بنشر ستوريات كانت في يوم خطوبة شيرو والشاهد. ظهر والد نارين لأول مرة وصرح إنه هو بيحس إنه نارين وشيرين راح يتزوجوا بعد شيرو. أما سيدرا فكشف إنه ما بيعرف عنها كتير إشياء وإنه سيدرا عندها أسرارها. أما اليوتيوبر شيرو فنشر صورة مع خطيبته شاهد منذ سنة وكان عم يتدرب ليطلب إيدها، وبهذا أكد شيرو إنه علاقته هو وشاهد كانت قبل سنة. وشاهد عويدات فعلت بستوري على صفحتها بالإنستغرام وهي عم تعتني بشعرها. كشفت إنه هي صبغت شعرها أشقر وما كانت بتعرف إنه هي راح تنخطب بهذا الشهر. ترككم على ستوري ورأيكم بخصوص هذا الخبر. مرحبا، كيفكم؟ عشان هلا أجواء الحفل وهيك ما أقعد راحة، فبدي أعمل إيش بشعري؟ أغيره.